السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 13/8/2020 الخميس. ما أعرف إنه هالمهندسين، احترام للمهندسين الزراعيين القدامى عندنا بيا العراق اللي لهم خبرة عريقة جدا جدا. طبعا هذه شجرة البنغامية، شوفوها، كثير من الأخوة اللي قام بزراعة شجرة البنغامية الريشية. تتلاها بستولة، يعني أي جار. فما أعرف يا هذا المهندس واحد، أكيد هو طبعا خريج حديث التخرج. ليش حديث التخرج؟ لأنه هو لحد الآن من تخرج من الكلية لحد الآن هو ما حاصل على التعيين، يعني خبرة ماكو، خبرة 5 سنوات ما عنده. يعني 5 سنوات في علوم الزراعة، في الزراعة شيء ما طالت عنده هاي الخبرة. تقول في إلى موضوع أنه شجرة الكانو كابرس شجرة مظلومة بالعراق. هل أخذت تعداد شجرة الكانو كابرس قد تعدادها بالعراق؟ تفوق تعداد نفوس العراق. حتى هاي شجرة مظلومة، مو جناب المهندس؟ يعني والله شنو اللي نريد نقول؟ احنا اللي نخرب بلدنا بيدنا. لو كنا وطنيين فعلا للكل استنقذه، ووجه له كلام. ليش الناس تريد تزرع، الناس تريد تهتم، الناس شيء النبك. يعني هزرع اذا تقول انت البيوت وغيره وشيء، مو انا ازرع خارج المدن بالطرق الخارجية، نبقى زرعة بالطرق الخارجية، مو ازرع المورينجا بالطرق الخارجية، ازرع لسان العصفور بالطرق الخارجية، ازرع الفيكس بالطرق الخارجية، ازرع التيكوما، ازرع النيم، ازرع الدفلة الصفراء، ازرع التمر الهندي، ازرع اللوز الهندي. يعني ايجار لا تعد الاسماء لها يا اخوان. شنو من المهندس هذا؟ شنو دارس عطر طيع؟ ازرع الفيكس، ايجار الفيكس، ازرع يعني ايجار لا تعد اسماء لها. شنو دارس انت؟ وين عطر طيع دارس؟ على العاقول؟ على الطرفه؟ شنو وين دارس انت يا كلية هاي اللي تخرجت منعتها؟ يا هل طاك هاي طاك الشهادة هاي؟ لكن مستمرين بحملتنا، وارجو من كل الأخوة يوم ما تكون بصفحتي تقول لي اترك الجدال واترك شيء. فأنا لو كان أخوي من أم وأبوي وابن عشيرتي هم راح أحكي عليه، على كل من يهمل الوطن، على كل من يريد يخرب بالوطن. حملتنا حملة جهاد، نريد نغير شيء ببلدنا. شنو كانوا كابرس؟ شنو غيرها؟ يعني شو نريد نقول؟ خلون لساننا يعني يزلف أكثر من اللازم، منشورة بمقصود يغطي على إهمال المهندسين الزراعيين في محافظة الديوانية. سألوه، قلوا له بمحافظتك الديوانية أكوهجي حدايق؟ جاوبوه، قلوا له نورنا، شوفنا مهاراتك، إبداعاتك، أكوهجي عندك حدايق بالديوانية؟ ليش نتجامل على ظهر وطننا ونبيع بوطننا؟ يا حسافة والله، يا حسافة على كل من يبيع الوطن.